حركة الجهاد الإسلامي تعلن اغتيال 2 من قياديها قرب دمشق، ومستشار خامنئي كان في دائرة الخطر قبل لقائه الأسد. فما ردة فعل إيران على الهجوم الإسرائيلي القريب من لاريجاني؟ وماذا كشفت مصادر العدو الإسرائيلي عن الاستهداف؟ أكد مصدر مطلع في حركة الجهاد الإسلامي أن قياديين اثنين، أحدهما عضو في المكتب السياسي في الحركة والثاني مسؤول العلاقات الخارجية، استشهدا في الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي الخميس على قدسية قرب دمشق بحسب فرانس بريس. كيف نفذ العدو الإسرائيلي عمليته؟ كان قد نفذ جيش العدو الإسرائيلي هجومين جويين استهدفا منطقتي المز وقدسية في العاصمة السورية دمشق الخميس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الهجوم الأول استهدف مبنى سكنيا في حي المزة، والثاني طال بناء آخر قرب مسجد الصحابة في قدسية بريف دمشق. وأكدت الوكالة أن القصف أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين. من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات أسفرت عن استشهاد 17 شخصاً بينهم مدنيون نتيجة استهداف شقة في مبنى سكني مؤلف من 3 طوابق في حي المزة، إضافة إلى تدمير واسع واندلاع النيران. وأشار المرصد إلى أن الانفجارات العنيفة التي أعقبت القصف دفعت سيارات الإسعاف للتوجه سريعاً إلى المواقع المتضررة. في المقابل أورد موقع جمران الإخباري الإيراني أخباراً قال فيه أن 3 صواريخ أصابت مبنىً بالقرب من مكان اجتماع مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني مع رئيس مجلس الأمن القومي السوري، مشيراً إلى أن لاريجاني بخير. فهل كان لاريجاني مستهدفاً؟ في هذا السياق قالت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مقراً رئيسياً لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق ولم تكن تهدفان لتنفيذ عملية اغتيال. وكانت وسائل إعلام إيرانية وسورية رسمية أعلنت الأربعاء أن لاريجاني وصل إلى دمشق في زيارة من المقرر أن يلتقي فيها الرئيس السوري بشار الأسد. وقال راديو فاردا الأمريكي الناطق باللغة الفارسية أنه لم يتضح ما إذا كان من المقرر أن يلتقي لاريجاني قادة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أم لا. وبحسب الموقع فإن المسؤولين الإيرانيين عادة ما يلتقون في معظم زياراتهم إلى سوريا بممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية المقيمة هناك.